شكرا سي عبد اللطيف على الإنسانية ديالك، يعني منين عيطنا لك يعني ما ترددتيش ولو لحظة واحدة أنك أنت تساهم في هذا العمل الإنساني. هذا الحال واجب، هذاك الشيء علينا، إنسان كيطلب منك شي حاجة في الخير ما كيترددش الإنسان عليها، هذا واجب ديالنا، والتضامن والتعاون واجب علينا. بصفتك عبد اللطيف أوبتيسيان، يعني هذوك العبارات ديالهم وداك الشيء، وعرفتي ديجا عرفتي هاد لا مالادي شنو هي؟ بيانسور، دابا خصوصا بالنسبه للاطفال، بالنسبه للعبار ديالهم، بزاف الاطفال عندهم نفس العبار، المدرسه والقرايه والبيسيات وشي سي نورمال، كيكون خصهم الكوريكسيون بار لينيت، ويكون ان شاء الله خير، باقيين صغار يكون خير ان شاء الله. بالنسبه لك العوينه هذيك، الاوفطالم هو اللي كيقرر انه اللي كيشوف الميكانيزم ديال العين وداك الشيء، هو اللي غادي يكون ادرى بالمسائل ديالو واش غتخدم ولا لا. شنو تبغي تقول اليوم المغاربه كامله؟ الحالات خص بالنسبه اللي يقدر يدير شي حاجه يمد يد الخير يديرها، اللي من اي واحد من المنبر ديالو قدر على شي حاجه يديرها، اللي في اي واحد في العمل ديالو كيتطوع لشي خير الله يجازي به خير، هادشي اللي نقدر نقول. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.